السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم. وموضوع جديد: عادة ما يتم تعليب الأطعمة من أجل حفظها لأطول فترة ممكنة، كما تعد طريقة التعليب من أكثر الطرق انتشارا لحفظ الطعام في العالم. ولكن هناك البعض ممن استخدم هذه الطريقة في تعليب أطعمة غريبة كالحشرات، وفي هذا الفيديو سنعرض عليكم أغرب المعلبات في العالم.